هاي بنات، الحين راح اسوي لكم ميك اب توتوريال. طبعا راح اسوي لكم اياه بالخطوات. اول شغله سويتها غسلت وجهي عشان تكون البشره نظيفه، وحطيت مرطب. راح انطر ابلش بعيوني اخلصها على ما المرطب يتشرب بالبشره. اوكي، اول خطوه شنو راح اسوي؟ راح احط برايمر على كامل العين. هذا مو برايمر، راح احط برايمر، راح احط كونسيلر. هذا مال ميك اب فورفر، انا استخدمه ككونسيلر وكبرايمر على العين. راح استخدم باليت اربن ديكاي، هذا الوان التينن وايد احبه. راح اختار هذا اللون الرمادي، احس صار لي يعني كم سنه مو حاطه رمادي، اليوم بجرب احط رمادي. اوكي، راح احطه بهالطريقه. من قدام بعد شوف شلون الطريقه اللي حطيتها فيه هني، بعدين امشي كذي خط هني. اوكي، حطيتها بالفرشه وراح ادمج. طبعا انا حاولت ادمج بس ما صور. الحين راح اخذ هذا الميك اب مثبت المكياج واحطه على الفرشه بهالطريقه. راح استخدم من اربن ديكاي هذا اللون الرمادي، هذا بحسب ما كان قاعد يصور. المهم اخذته حطيته كذي. الحين راح احط ماسكارا. اوكي، شوفوا اللون، بس ناطرة الماسكارا تنشف واحط الرموش. اوكي، راح استخدم رموشي سم مالطاف، شوفوا وايد ناعمين، شوفوا شكلهم على جنب يهبلون. من اكثر الرموش اللي احسها تعطي العين نعومة، كنا يعني مو كنا حاطه ميك اب وايد. احس من زمان وحاطين قلم ابيض داخل العين، فراح احط قلم ابيض. الحين تحت العين نفس الشيء، راح احط اللون الرمادي الاول بالطريقه تحت الابيض ليل كسره فوق. هذا خلاصي كل هذا، احطه بالطريقه فوق. راح استخدم هذه القطرة اللي من سماش بوكس الجديدة، صراحة أول مرة أجربها. راح أخذ هذا الكونسيلر اللي حطيته حق العين، راح أخذ هذه الدرجة أحبها وايد، شوي على الأورنج، بعدين أخذ هذه. بس إنه فتح علي وايد، لازم أحط فونديشن شوي أغمج مني. لا يعني نفس لوني، بس إنه هذا وايد فتح علي الحين، صار قبل أوكي. يعني حق اللي لونهم برونز حيل ما ينفعهم، اللي تحطها هسه طريقتي الحين، احطها بعدين احط فوق اغمج. بس انا فتحت العين NC5050. وهذه خلطوها مع سماش بوكس الجديدة، خلطوها مع الفاونديشن، قاعد تعطي وجهي شي لمعة، احس انه كنا وجهي معرق، فمع الفاونديشن تطلع فظيعة. راح اخلطهم. شباب خلطتهم وحطيت القطرة، شوفوا شحلات اللون. اوكي، الحين ما راح احط بودر على كل مكان عشان بنعدل من تحت على كل وجهي، بس راح احط هني عشان شوف اخذ كذي شيء بسيط اثبت تحت العين. راح اثبت هني لان هذي منطقة وايد تعرق، بس حط شوي على الخشم بخفي. هذا اتوقع الكل يحبه، بس يعني شيء ما اقدر استغنى عنه، خلاص صار من الاساسيات اللي عندي. طالع شايف؟ اوكي، هني هني حطيت وايد، طب طب كذي. اوكي، هذا البوكس يكون 3 درجات، شوفوا 3 درجات اضاءات صغار، تقدرون تاخذون معاكم الجنطة تحطون حق جسمكم 3. فأنا بشوف الدرجة أحط على الجولد، أخذ اللي على الجولد، شوف أحط على وجهي. هذه بعد درجة حلوة، هذه حق اللي يحبون شوي أفتح. أوكي، أخذت هذه الدرجة بيتش ديلوكس، أخذ منها كذي. أوكي، الحين راح أسوي الحواجب، وبعد ما حطيت ماسكارا تحت العين. طبعا اللون راح يكون بني، بس لان حتى حواجبي راح اسبقهم.
أجمل إضاءة راح تمر عليكم اللي هي مال كوكا هذه. أنا حطيت إضاءة كريمية بس أدري يعني حر وكذي ما راح تثبت التحرك وما بيها تيز تحت العين تعطيني شكل جنة تحت العين وايد تعبان، فراح أثبتها بهالإضاءة. أصلا مقال الكريمي تقدرون تحطونها بطريقة الحين شوفوا راح أحط محدد شوي غامق بس الحين راح أفتح أحس وايد من زمان محاطة لون رمادي. المهم بنات عدساتي آي كولرز يجونكم كذي